كما يعلم الجميع ان بعد رفع اضراب على الطعام كانت وزاره العدل يعني دخلت معنا في وعد شهدت عليه المندوبيه الوزاري المكلف بحقوق الانسان على اساس انها سوف تفتح حوارا جاد مسؤولا لوضع حل يعني لهذا المشكل ديال فضيحه الامتحان الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه بما يرضي جميع المرصبين. بالفعل كان الاجتماع الاول لكن لم نخرج فيه مخرجات ملموسه، والى منذ ذلك الحين ولازلنا ننتظر في انتظار الاجتماع الثاني، لكن ظاهر الحال ان وزاره العدل تتماطل وانها غير جاده في ايجاد حل لهذا المشكل، فلذلك نقف اليوم تنديدا بهذه الخروقات والتلاعبات اللي تشابت الامتحان ان على مستوى الشكل ان على مستوى الموضوع حتى على مستوى كيفيه معالجه وهذا المشكل. نقول بان الامتحان مره اخرى مر في ظروف كارثيه وانه تخللته يعني فضائح لا حد لها ولا حصر، ونحن لازلنا مرابطون لنصرتنا ونصره جميع المرصبين بالحلول الممكنه ان شاء الله. اليوم جئنا في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر الفضيل لنقول مجددا لا للمحسوبيه، لا للزبونيه، لا لاقصاء الشباب، ولا لتهميش الشباب المؤهل الكفء الغيور على وطنه الذي هو الوسيله الوحيده في تقدم هذا البلد وازدهاره مع الاسف. وضع سافر تعودنا عليه منذ عقود، منذ الاستقلال، ونفس الخطه، نفس التركيبه المحسوبيه الزبونيه، اولاد المحظوظين، اولاد العائلات، اولاد الوزراء، اولاد الفاسدين يسترون على المناصب ظلما وعدوانا، كفى من هذا. نقول لوزير العدل ولمن معه ولمن يشبهه كفى. هناك الآن يبغى نقطة الرجوع إلى السطر. الأمور سوف يتولاها من يستحقها، الكراسي سوف تمنح لمن يستحقها، كفى من العبث، كفى من الزبونية. اليوم لله الحمد أقول أنها رسالة قدرية، رسالة سماوية. هاد اللي كتشوفوا بهم الآن هم رسل بعثهم الله تعالى كي يوقفوا المهازل. هؤلاء الناس مناضلون بالقدر كي يفضح الممارسات التي سئمنا منها وهرمنا منها. لهذا أقول أن السماء معنا اليوم وسوف ننتصر في هذه المعركة. هناك معركة قانونية حقيقية سوف ننتصر فيها على استوهبي. هذه الوقفة اليوم الأولى في هذا الشهر المبارك اللي كنجريوها تحت لواء التنسيقية الوطنية اللي شملات جميع التنسيقيات ديال المغرب. ولله الحمد ثلاث أشهر ديال النضال ما دازش في الخاوي كما تنقولوا، أنه عشنا جميع الأشياء اللي ممكن أن يعيشها أي إنسان، وهذا الشيء طبيعي. عشنا خلافات، عشنا صراعات، عشنا أشياء جميلة، درنا مساطير، درنا الوقفات، درنا العديد من الخطوات النضالية، ولكن للاسف كانت هناك بعض الناس اللي كانوا وسطنا، بعض نقدروا نقولوا كانت عندهم واحد النيه مبيته، كان عندهم واحد الشيء ما واحد الخبث، لانه حاولوا انهم ينخروا التنسيقيات من الداخل واللجنه من الداخل، ولكن ولله الحمد اننا حنا تشكلنا ودرنا يد في يد وتجاوزنا كاع الخلافات. وهذه رساله وزاره العدل اللي كانت كتعتقد انه راه الناس كاين بيناتهم خلاف، بالعكس جميع الوجوه اللي كتشوفها من نهار الاولى هي كاينه. وانا شخصيا راه شفت التصريحات اللي كتعطيت امام وزاره العدل، الحمد لله راه النقاط هذه تم تجاوزها، والدار البيضاء ان شاء الله راه غادي تكون باذن الله ممتله. خاص غير وزاره العدل انه تحيي معنا الحوار وتعرف بان هاد الناس هادو راه لازالوا متشبتين بالمطالب ديالهم. وشكرا لكم. رحمه بالراجع عن التنسيقيه الوطنيه لضحايا امتحان الاهليه. اليوم كما كتشوفوا وقفه ديالنا جات في اطار ديال التصعيد، وباش نبينوا اننا باقيين مستمرين في المعركه ديالنا واننا لن نتنازل على المطالب التي رفعناها باعلى صوت، وباش نبينوا ان الحوار الا كانت الوزاره فعلا بغات شي حل من الحوار اللي كانت دارته معنا، هي انه يكون حوار يكون حل في اقرب وقت. ويعني نبين يعني علاش هذا التماطل في الحوار، وعلاش هذا يعني هذا الوقت اللي باقي يعني 15 يوم اللي عطتنا باقي ما كاين والو. جات هذه الوقفه باش نبينوا على التصعيد وباللي احنا باقيين في الشارع، يعني ما غاديش يهزمنا رمضان ولا البعد ولا السفر ولا شي حاجه، راه نبقاو هكا كنغوتوا ونخرجوا للشارع نغوتوا، ما غنعياوش مهما يعني مهما وقع، حتى يعني تنوصلوا للمطالب ديالنا ان شاء الله.